معاك كريم علاء عاشر. النهارده كان عندكم امتحان قرآن وحديث. اتكلمنا عن امتحانات النهارده والامتحانات بشكل عام يعني في الثانويه الازهريه. هو الامتحانات بشكل عام وعندك الامتحانات الاولانيه كانت جايه ليها فيها نقط ايه؟ ليها لفه. بتحدد مستوى الطالب الذكي والايه؟ والغالب شويه. تمام. فبتبقى فيها نقط لفه. امتحان القرآن السنه دي كان جاي يعتبر كله اصلا كان لافف اصلا. امتحان القرآن شغل القرآن بيبقى واضح يعني هو حفظ بتاعه ولا هو مش مناهج ولا ايه بالظبط؟ لا يا من المنهج مقرر علينا. بس بقى جايبين بقى السنه دي ماضي كتير. احنا الماضي ما كانش ايه؟ في ناس وقع فيه كتير ففي ناس خارج اصلا من الامتحان شايلاه. الحديث بقى الحمد لله كان سهل بس في النقط اللي هي بقى ايه؟ ركزوا في كل سؤال نقطه في كل سؤال نقطه. طب انت شايف الامتحانات بشكل عام يعني السنه دي شايف بالنسبه لك انت صعبه ولا سهله؟ يعني بالنسبه لي يعني سهله شويه بس بالنسبه للطالب اللي هو ما بيذاكرش خالص صعب. شايف النماذج اللي كان على بوابه الازهر اللي هو النماذج البوكلت دي الامتحانات زيها ولا مختلفه تماما؟ هي نفس الشكل. الشكل بس. دلوقتي ان انتوا زعلانين ان في اهتمام بالثانويه العامه غير الثانويه الازهريه. انتوا شايفين السبب ايه يعني؟ عارفين والله ده تمييز ولا ايه؟ لان اصلا مثلا الثانويه العامه بيمتحنوا في الاسبوع مادتين، ماده في اول اسبوع وماده في اخر اسبوع، من الاسبوع لاسبوع يعني بين الماده والماده اربع ايام. بس هما بيختلفوا لان هما عندهم المواد اعدادها قليل، انتوا موادكم اعدادها كبير. طبعا لو هعمل ماده يعني كل اربع ايام ماده مش هتقعدوا شهرين او ثلاثه تمتحنوا. وبعدين هما بيمتحنوا في اليوم ماده واحده، احنا في اليوم اكثر من ماده. هو الكلام يعني مش هيزودنا ولا يعني حسسنا ان في حد متابعنا بس عندنا اخر يوم حاسين ان مفيش اهتمام بيكم زي طلبه الثانويه العامه.